رايد انا مو قلت لك هذا رايجي خالد هذا خالد بيك خالد مين خالد بيك يا رايد يا شيخ والله ما لا بيك ولا بروست قسما بالله محترم يا اسامه انا صاحبي من زمان اتنقد انا من اخر سفري يا مصر ضربت معاه والله يا عور والله والله ما انت بو يا اسامه يلا انت بو يلا رمضان كريم يا خالد طب انت عايز ايه انا عاوز اعورك طب عورني خليه يعورني ايش لا لا يعورك عور عور يا عم عور عور خلاص عور انا مش دخلني انا دخلني مش دخلني عيال كلكم اصحابي يا اخي صلوا على المدرسه يا عم خالد صلي على الواتس ايوه دي اللي مني انت شيء يا رجال يا را دبو ايش دبو يعني ايش بو يعني لا بتكلم انا بتكلم ايوه بتتكلم كثير صح صح هو بو هو بو لك وسخ قسما بالله وسخ وانت بو قول له ايوه يا عوره عشان فعلا ممكن والله صادق والله عورك يا بو والله هذه صادق فيها انزل انزل تعال عشان معايا مشكله في المهندسين يعني مسوي انك جايب صاحبك يا راجل يا راجل يا مصطفى انت بو هات العيال يا مصطفى جاي اهو يا راجل هات لا بلا يا راي انت بو لم العيال كلها في التوك توك وهاتها وتعالى يا مصطفى حطك في جنب يا راجل اقول لك حاجه هعورك هعورك هات العيال في التوك توك وتعالى يا امي تنزل على وشي هات العيال وتعالى في التوك توك اسمع يا وحش الكون انا هقول لك كلمتين اوف قفل لا يجي والله امزح والله العظيم هيجيب العيال في التوك توك ويجي دلوقتي يولع الدنيا احنا مش صحاب كنا صحاب اقول لك حاجه الراجل العرة ده برضه هيتضرب معاك بتوصل مرحله البوكس بس سعد والله والله سعد كلكم اصحابي فكل المشاكل يقول جايب جايب اصحابه بتوك توك والله جايب اصحابك حمار علينا يا بو يا بو خلنا نسيبها قبل لا يتعشى فينا اي والله اجري هذا خويك بيجيب لنا عيال حار فاهم معك يا عرة الشباب يا عرة الشباب جيب اصحابك علينا يا خالد بحبك لحد دلوقتي مش عايز اخسر خلاص فين يا عم الامور حتى هد الامور ايوه سامي ايوه سامي خش عليه الحركات دي مش علينا افا سامي انا هقول لك اسمه سامي هقول لك كلمتين سامي اقول لك كلمتين بس انا قبل ما ارجع جده حترك علامه على وجهك عشان تفتكرني فيها انا كي يا بو يا بو لا لا يا بو يا بو حصب حصب في ذمتي ما شفناك في ذمتي ما شفناك ما ادري هذا هذا الربع هذا الربع ايش بو ايش المشكله احنا مشينا خلينا نايم عندنا والله كان نايم عندنا يا ربع انت فين كنت نايم انا الكنبه جنبكم يا اخي بالدير على الكنبه والله ما شفناك يا اخي انت والله ما دريت طيب ما سمعتنا واحنا طالعين التصوير يا مثل مين انا اقدر اقعد بالفندق العالي ولا اقدر اقعد وجهي ولا وجهي جنت يا بروحي الحين الحين نرجع لك الحين كلم الرجال ونرجع لك يا اسامه ترى هذه الحركات يا رجال خلاص بتقعد تزعجنا قف 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 يا ابويا كان احد ينام على كنب اقسم بالله شفتوا انت الكنبه ذيك انا اجلس عليها الضايق هو نايم فيها كيف متغطي والله ما شفناه والله ما دريت عنه حجمه صغير يتصل ثاني سعد سريع سكر الباب اسمع اسمع انا بقول يا اسامه خالد اغمى عليه وتكفى صحي وما يكرهني مش هيعمل حاجه مين اسامه انت ما انت عالمك ايش ابغى منك ابغى اسوي كانك مغمى عليك مغمى عليا ايوه يلا لا كذا نايم ايوه 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 لا كذا نايم كذا نايم على جنبك على جنبك طايح يدك هنا يدك هنا ايوه ايوه بس 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 اسمع خليك بالوضعيه هذه طلع وجهك طلع وجهك لا يعملوا فيها حاجه لا لا ما عليك اسمع طلع وجهك شوي طب تحط لي مخده لا ممكن مغمى عليه حاط مخده ما ينفع ايوه شوف ما تضحك وجهك تعبير وجهك ميت مبسوط انت ايه مشكلتك شو تعبير وجهك اهم شيء طب يلا عشان كده تعبت يلا 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 خلاص خليك كده خليك كده سام سام خالد سوى كانه مغمى عليه وقلت نبغى نفجع اسامه ايوه انت تعال كانك تصحيه بقوه وبعطيك مويه ابغاك تروشه تروشه انا خايف عليه كانك خايف عليه
شوي ابغاك تروش راهب رسالة والله يفكر انه هو يعني ذكي مرة تعال خلاص ليش خلف يدي انت صحي في البداية يا وسام ايش فيك ما ادري ايش في خالد يا ولد كم رقم الاسعاف كم رقم الاسعاف حق مصر خالد امسك يا ولد صح يا ولد مو ناقصنا خالد يا بسم الله انت كويس خالد ايش يرضي ربنا ايش في هذا المقلب ما نفع والله هو كفر انت ما قلتليش كده قلت لها هيصحيك وهنخده خلاص انا طب ما ادري بس انه شوف بقول لك شيء اتفقتوا عليا لا ما اتفق انت كمان في واحد هذا كان مين انت مو مغم عليك قلت مسوي لي كذا ما في احد يغم عليك كذا والله انك وسخ لا لا ترى رايك ما قلت لي ترى رايك انا ما علمته بس هو كفشك انا كفشتك من النوم البيض حقتك ايه كفشتني تغراني ها خفت عليك يا ابن الحلال انا بهزر خالد بسوي معك تحدي عن 4000 جنيه تمام يلا انبسط اه والله مشكله الماي يلا 4000 والله هذه هي صلي على النبي اضرب رايد لا ما تضرب رايد ماشي. رايد يقول له تقول له كلام جنوبي وتحداه يجيبه يجيب معناه ولا يردده يجيب معناه لا خله يردده للدرجه دي لا والله اتحداه يلا ردده بس انت على انك ما تحرج تقول انت على انك ما تحرج تقول ايش انت على انك ما تحرج تقول ما تحرج تجيب هي كده لا غيرها غيرها انت على انك ما تحرج تقول انت على انك ما تحرج تقول يا ابني هيك بقول لك ايه لا طيب لك واحده ثانيه وسهله يلا خليني اجيب الثانيه نعطيه فرصه ثانيه يلا خذ فرصه ثانيه انت كم عطيته 4000 جنيه حط معها 20000 20000 جنيه 24000 جنيه 24 هاخذ كرسي جنوبي واجي لك أتحدى والله إنك تأخذها لو جبتها يلا يقول له دربيل درب النابة ودربيل ما درب النابة هل تقدر راعي دربيل درب النابة درب بالدربيل ما درب النابة يلا بقى طب اديني نص وبعد كده النص استنى يا عم أنا ما فهمتش حاجة درنيبي درب درب ما يا عم اديني نص نص دربيل عرفت دربيل الدربيل حق اللي يشوف فيه دربيلن درب النابة ودربيلن ما درب النابة هل تقدر يراعي الدربيل اللي ما درب النابة الدرب الدربيل اللي ما درب النابة درنيبي درب النارة درب النارة هتربى يا ذي قسما بالله لو قعدت حياتي كلها هات حاجة غيرها هات حاجة غيرها تبغى نعطيك كلام مفهوم ايوه وخفف عليه طيب لازم نخصم لنا سهلة شوي ايوه اخصم طيب لحم الحمام حلال ولحم الحمار حرام تقولها 5 مرات لحم الحلال حمار رح لحم الحلال حرام ولحم الحرام لحم الحمار حمار استنى والله ده بجد قسما بالله تحصل عندي مشكلة لحم الحرام حرام لحم الحمام حرام حلال خلاص خذ رايك خذ لا لا يا باشا والله حعورك قسما بالله ما همش يا راجل انت بوق قسما بالله لازم اكسب انت بوق لحم الحمار حرام لازم اكسب يقول لازم اكسب لحم الحرام حرام يا عم خلاص ما حد لحم الحمام حرام تسمح لي اتكلم بموضوع صغنون شويه مضيقني كذا شويه جالس اشوفه كثير ممكن اخذ من وقتك اقل من دقيقه شكرا يعطيك العافيه كلنا نتفق انه ربي رازقنا بنعم مره كثيره واللهم لك الحمد والله لا يحرمنا هذه النعم ولكن في نعمه عظيمه كثير وبعض من الناس فاقدها وهي نعمه انه ربي يمنع عنك طبع الفضول ما تتدخل في احد ما تجري ورا القيل والقال ما تدور عيوب الناس واسرارهم ومواضيعهم وتترك الخلق للخالق
من مجرب أقسم لك بالله أجمل نعمة ممكن تعيشها. إيجابيات هذه النعمة تخليك فقط تركز في نفسك، تشوف عيوبك وتعدلها، فجأة تطور من نفسك، فجأة بتلاقي نفسك بأفضل حال بإذن الله. بس لا تتدخل في حد. في حكمة عظيمة كان يقولها أبوي الله يرحمه، يقول خليك في حالك ينصلح حالي وحالك.